وأيضا من الآثار التي تترتب على المعصية الإصابة بالذل والهوان، إنسان يكون ذليل. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فكما أن العزة تحصل بالطاعة فإن المذلة تحصل بالمعصية. وهذا الذل والهوان يظهر على العاصي في صور عديدة، منها على سبيل المثال يعني الحرمان من إجابة الدعاء. تخيل أنك أنت إنسان بتدعو الله سبحانه وتعالى ولم يستجب الله سبحانه وتعالى لك، ممكن يكون بسبب ارتكاب المعاصي وذنوب وبسبب أكل الحرام. إن الله طيب لا يقبل ولا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا مما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأيضا من صور الذل والهواء الحرمان من نور العلم، لأن الله عز وجل قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. وذلك لما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك، لأن الإمام الشافعي كان من تلامذة الإمام مالك، فالإمام مالك قال له بفطنته، قال له: إني يا شافعي إني أرى الله عز وجل ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية، لا تطفئه بظلمة بظلمة المعصية. والشافعي في مرة من المرات اشتكى إلى شيخه وكيع سوء حفظه، وعبر عن هذا في أبيات شعرية، فبيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يعني إلى شيخي يعني، إن الشافعي كان من مشهور أنه من الممكن أن ينظر في الورقة هكذا فيحفظها، كان عنده ذاكرة قوية. ففي مرة من المرات بينظر بيحفظ مش عارف يحفظ، فاشتكى إلى شيخي، بيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور وأن نور الله لا يهدى لعاصي. وايضا من صور الذل والهوان التي تصيب صاحب المعصيه النفور الاجتماعي الذي يصاحب العاصي، يعني الناس الله سبحانه وتعالى يلقي بغضه في القلوب من حيث لا يشعر ويجعل الناس ينفرون منه. ولذلك في الحديث ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: يا اهل السماء، ان الله عز وجل يحب فلانا فاحبوه فيحبه، اهل السماء ان تحبوا الملائكه. ثم ينادي جبريل في اهل الارض: يا اهل الارض، ان الله عز وجل يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل الارض. فتوضع له المحبه في قلوب في قلوب الخلق. وعلى النقيض لو كره الله سبحانه وتعالى انسان ما، فالله سبحانه وتعالى يوضع له البغضاء او يضع له البغضاء في قلوب الخلق. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني في ود كده لهم في قلوب ومحبه في قلوب الناس. فلذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وان للسيئه سوادا في الوجه وظلمه في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضه في قلوب الخلق. وبغضه يعني وبغض في قلوب الخلق، ده من اثار المعصيه يعني.